السلام عليكم. هنكلمكم النهاردة على موضوع مهم جدا تستفادوا بيه ومعلومات مفيدة جدا. بنكلمكم على موضوع اللي عنده مساحات في السطح أو الارتدادات في الفلل أو عايز يعمل مشروع مطعم أو كافيه، ازاي يقدر يستغل الفراغات المهملة دي ان هو يخلق مكان ويضيف لمساحة الفيلا بتاعته أو مساحة الروف عنده أو يعمل منه مشروع. هنا بعد ما خلصنا وشوفين الإطلالة وعملنا شبابيك، هنا شبابيك متحركة تهوية، المكان بقى مغلق وطبعا المكان مكيف، مفيش أي مشكلة خالص من الحرارة. بعد ما خلصنا أعمال الأرضيات اللي هو بديل الرخام البورسلان، الألواح الكبيرة زي ما شايفينها دي مفيهاش فواصل، طلع شكلها تحفة جدا. وبعد ما التنسيق مع الألوان ما بين الجدران وما بين الأرضية، خلصنا موضوع أعمال الكهرباء توزيع وتأسيس من جديد. زي ما انتم شايفين المعلم طالع حاليا بيشطب موضوع التأسيس. بنكلمكم كل اهم حاجه اللي هي الفكره الجديده جدا اللي انت تستغلها، اللي هو السقف المغلق اللي هو السكاي لايت من الازاز الشفاف، وده منظره بالليل تحفه. الازاز ده الميتد طبقتين وفي ماده جيلاتين مقاوم، وبتحط له عزل حراري ومقاوم، والحديد مدروس انشائيا تقدر تطلع فوق تنظفه. وممكن تستغل الفراغ اللي فوق السطح انك تعمل جلسه تبقى شايف الناس اللي تحت منك، ممكن تغطي بيه المسابح كمان على فكرة، وفي نفس الوقت شايف الإزاز عامل لك ديفليكشن ارتداد للفراغات اللي تحت منه، يعني بتستغل منه زي ما انت شايفين كده، بيديك ارتداد اللي انت جالس تحت وشايف لفوق. وممكن تحط طاولات فوق وتجلس كمان فوق الإزاز، مفيش مشكلة وسهلة في التمسيح وتنظيف ومقاوم. تحياتي ليكم والسلام عليكم.